حدث في تونس. انا الحقيقه مش هتكلم عن قرارات الباجي السبسي الرئيس التونسي، ولا عن قبول ولا انقسام، ولا هذا شأن محلي متعلق بهم تماما. انا عايزه اتكلم مع حضرتك على فكره رفض الشعب التونسي في مجمله، يعني سواء المؤيد لهذه القرارات او المعارض لها. القرارات طبعا متعلقه اعلنها الرئيس التونسي بمساواه الرجل والمراه في الميراث وجواز زواج المسلمه التونسيه من غير مسلم، من اجنبي غير مسلم. عايز اتكلم مع حضرتك يا استاذ عبد الجواد على رد فعلهم تجاه بيان الازهر الشريف اللي اتكلم فيه فضيله الامام الاكبر، وكان البيان واضح وصريح انه وما كانش البيان فيه حديث عن يعني شخص رئيس بعينه او دوله حتى بعينها، وانما كان عن فكره انه في نصوص قرانيه يعني لا يمكن المساس بها ولا يمكن ان نتجادل فيها الان، وهي غير قابله للاجتهاد وكذا وكذا. البيان اللي صدر منذ ايام قليله، الشعب التونسي نقدر نقول يعني في مجمله مؤيد ومعارض لقرارات الرئيس التونسي، اعتبر انه بيان الازهر الشريف هو تدخل في الشأن التونسي الداخلي. كيف ترى ذلك؟ هيمنه او مش هيمنه سلطه الازهر الشريف كاهم وابرز واقوى واقدم مؤسسه دينيه في العالم الاسلامي، اين تراها الان وترى موقفها فيما يتعلق بما حدث من قرارات في تونس؟ اولا انا عايز اشكر الرئيس السيسي على اللقاء اللي عمله مع الشيخ الازهر امبارح، لانه ده لقاء مهم والتوقيت يعني دي رساله، ويمكن الرئيس دايما احيانا بيتعمد فكره الرسائل. لكن في الحقيقه اولا انا غير راضي عن رد الفعل من بعض الاخوه التونسيين تجاه الازهر وتجاه مصر، ولا راضي عن السماح بانه جماعه الاخوان المسلمين تستغل هذه القصه، وبدل ما هي واقفه مع انه ده ضد الشريعه وضد الاسلام راحت في المنطقه الثانيه اللي هي منطقه الهجوم على مصر، وكان الشريعه عندما يصبح الهجوم على مصر متاحا بيلغوا الشريعه وبيبقوا في نفس المربع. الازهر الشريف صحيح، الازهر الشريف في الحقيقه انا في تقديري انه في يعني خلينا اقول في التسع شهور بالظبط اللي فاتوا عاد ليلعب دورا مهما ومحوريا. شفنا التحرك الخارجي بتاع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شفنا على المستوى الاختيارات اللي بتتم دلوقتي للناس اللي رايحة في رمضان القادم، اللي هو الكلام اللي كان امبارح مع السيد الرئيس، فكرة القوة الناعمة لهذا الوطن وللدول العربية والإسلامية. الأزهر لما اتكلم ما اتكلمش عشان أصل في ناس يعني قالت كتير قوي مالناش دعوة بتونس، مفيش حاجة اسمها كذا. الأزهر هو الرمز السني الكبير في هذه المنطقة وفي العالم كله في الحقيقة، وهو المؤسسة الدينية الكبيرة اللي بتتكلم عن المسلمين، وهي رمز مش محتاج ان احنا نقول هو قد ايه موجود وقد ايه متوغل في دول العالم كلها، وله كل احترام وتقدير بشكل كبير جدا، يمكن خفت دوره فترة كبيرة جدا، لكن هو دلوقتي رجع يلعب دوره. فاحنا ما نقولش الازهر ما بيلعبش دوره ثم لما يجي يلعب دوره نقول لا والله اصله المفروض ما يلعبش دوره. لا، الناس اللي متخيله ان ما حدث في تونس ملوش علاقه بينا، لا له علاقه بينا، لان لو شفنا العمليات الارهابيه اللي في العالم كله بيتقال المسلمين، ما بيتقالش انه ده المسلم بتاع مصر وده المسلم بتاع السعوديه. صح. الفكره هنا عناوين الاخبار في كل الصحف والمواقع الاجنبيه العالميه من اول من حادثه فيرجينيا بعدها بقى برشلونه وحادثه المانيا وكده، كل عناوين الاخبار الهيدلاينز بتتكلم فيها على العربي فلان الفلاني، المسلم يعقوب محمد مش عارفه ايه. طب زي ما حضرتك بتقول فمفيش حاجه اسمها انه هذا شأن منفصل. صحيح، زي ما احنا بنقول الاعلام الامريكي باللي معانا باللي ضدنا بره بينظروا نفس القصه، الاعلام المصري سواء كان خاص كان احزاب كان دوله. الفكره هنا هل الازهر بيتحرك من منطلق مسؤوليته ولا لا؟ تحرك من منطلق مسؤوليته، فضيله شيخ الازهر طلع بنفسه، ودي في الحقيقه من الحاجات اللي لازم نشيد بالازهر فيها. الحديث عن تجديد الخطاب الديني لا يتعارض ابدا مع فكره الاحتفاظ بثوابت الدين. والازهر هنا يمكن في الحقيقه الدور الكبير اللي انا متوقع ان هو يلعبه الفتره اللي جايه هيبقى مهم جدا، لان احنا بنتكلم على تغيير نوعيه خريج الازهر، الدماغ بتاعه الخريج اللي احنا كنا بنتكلم على تجديد الخطاب الديني، والخطاب هذا التغيير يبدا من هنا من عقليه خريج الازهر. يبقى انا عشان اغير عقليه خريج الازهر لازم اغير الم...
المناهج اللي بيدرسها هذا الخريج؟ هو بعض المناهج في الحقيقه من قبل دخول الأزهر الشريف كمان من المدرسه، ما هي ما هو ما هو الأزهر الشريف كله من يعني معاهد ازهريه، نعم معاهد ازهريه، فهو طول عمره في الازهر. ده في توجه لتغييره؟ في توجه لتغييره، لكن كمان طريقه الدراسه، طبيعه الدراسه. ما انا ممكن يبقى عندي المواد لطيفه جدا، بس انا شخصيه البناء الشخصيه نفسه انا ببني في المنطقه الثانيه او سايبه يتبني من جهات اخرى، وهو ده اللي كان بيحصل في الحقيقه. يعني معظم الذين تطرفوا سواء كانوا فقراء او اغنياء، يعني كنا دايما بنقول القصه الفقر، لا، في ناس يعني اثرياء جدا وراحوا في المنطقه الثانيه لان احدا لم يبني عقولهم بالشكل الصحيح. يمكن انا في الحقيقه تشرفت بانه في توجه داخل كليه الاعلام في جامعه الازهر انه يبقى في شكل للخريج بتاع اعلام الازهر علشان يلعب حتى الدور ده في منطقه الاعلام عن الازهر، او اللعبه في منطقه تجديد الخطاب الديني او غيره من الاشياء. وكانوا عاملين دوره مهمه جدا، اعتقد انها بدايه مهمه في هذا الطريق، انه صوت الازهر وتجربه زميلنا احمد الصاوي انه يبقى في جريده للازهر مرنه الى حد كبير، انها ما بتتكلمش على قصه الاشياء الاسلاميه فقط، انها تدخل للناس، انه الازهر ينزل خطوه للناس ويبقى المشايخ اقرب الى الناس، انه يبقى داخل في مساله حوار الاديان بشكل زي ما شفناه في المؤتمر اللي كان موجود، المؤتمر العالمي اللي كان موجود وكان مفخره لمصر وللعرب وللمسلمين في الحقيقه. فكره انه فكره التسامح، فكره التلاقي مع النسيج الوطني، فكره الدور اللي بيلعبه الازهر مع الكنيسه المصريه في هذا المربع المهم، لانه تجديد الخطاب الديني في الحقيقه انا في تقديري ان هو ما يبقاش في الازهر بس، يبقى على مستوى كل الديانات اللي موجوده على ارض هذا الوطن، لان التشدد دين واحد كده، يعني المتشددين كلهم في كل الأديان فكر واحد ودين دين واحد في العقل، يعني إذا ما جاز التشبيه. حضرتك أكيد أخدت بالك إنه أنا بربى دلوقتي كلام حضرتك بالأحداث اللي بتحصل. يعني إحنا من كام شهر كان في كده، من فترة كام شهر كده كان في موجة كده بادية تطلع، هجوم وتطاول على مؤسسة الأزهر الشريف، والكلام بقى بتاع ويكتب لك تعليق ويكلمك يقول لك ده مفرخه للارهابيين، ده ما اعرفش، ويعمم ويظهر كما لو انه مؤسسه الازهر الشريف كمؤسسه هي المسؤوله عن ما يوجد الان من فكر ارهابي ومتطرف. والحقيقه ان اللي وقف انذاك لهذه الموجه وصدها قبل ما تكون مؤسسه الازهر نفسها والدوله كان المصريين نفسهم، والحقيقه يعني المصريين نفسهم اللي افاقوا وقالوا لا اقف عندك لما تيجي تتكلم، اولا لا تعمم، ثانيا لا تتطاول لا على مؤسسه الازهر الشريف ولا على فضيله الامام الاكبر، لانه قيمه وقامه هذا الرجل من قيمه وقامه وكرامه المسلمين المصريين. صحيح. الحقيقه فدي حصلت دلوقتي زي ما حضرتك بتقول كده، يعني الازهر ما يتكلمش او ما يتدخلش، فاحنا نقول انت دورك فين؟ يصدر بيان يتكلم فيه انه عن ثوابت الدين الاسلامي وما جاء في القران الكريم من المواريث وغيره، يقول لا انت كده بتتدخل في الشان التونسي. الرد الفيصل هنا يكون ايه فهم؟ انا بشكرك على النقطه دي، لان النقطه دي في مربع افشال الدوله، كيف نفشل الدوله مؤسساته، واهم مؤسستين في الحقيقه في مصر، في اذا اردت افشال هذا الوطن، يعني الجيش بيتعرض لهجوم بيتعرض لهجوم ويقدر يصد، لكن المؤسسات الدينيه اذا هدمت ضاع اللي الناس بتؤمن بيه. طبعا هي دي الفكره الاساسيه، ولذلك هنلاقي انه في نفس التوقيت او ما سبقه تعرض البابا توادرس في الحقيقه لحمله عنيفه جدا لما رجع من بره، ولما ما رضيش يصعب في قصه انه الاخوه الاقباط مستهدفين، ولانه تجاوز الازمه وتجاوز هذه القصه تعرض لهجوم كبير جدا، وكان الغرض انه ده يبقى الملعب في الحقيقه. ويمكن شفنا الازمه بتاعت المنيا وتصعيدها وانه الناس بتصلي في الشارع، وشفنا حكمه راس الكنيسه في التعامل مع القصه، وكل تعامل حكيم من البابا توادرس في الحقيقه سيلاقى بهجوم شديد سواء هنا او بره، وهنلاحظ انه كل تحرك لفضيله الامام الاكبر هيواجه بهجوم سواء هنا او بره. صح. وما ننساش انه قطر حاولت بشكل كبير جدا وخصصت مليارات الدولارات لسحب البساط من تحت اقدام الازهر في تجربه فاشله قادها القرضاوي رجلهم الاكبر، وفشلت هذه القصه لانه الازهر كبير ولانه الازهر متمدد ولانه الازهر باقي، لكن يبقى فقط انه الدور ده يزيد والدور ده يتنامى
والفكره انه فكره التسامح وفكره انه هذا الدين سامح وانه احنا بنتحرك في هذا المربع بالاليات الجديده، فكره النفاذ، القوى الناعمه المصريه تعود. يعني زي ما احنا عندنا قوتين كبار جدا، الازهر والكنيسه المصريه في افريقيا مثلا على سبيل المثال، التحرك يعني خلينا اقول الثنائي بينهم في الحقيقه، وانا اتمنى ان ده يحصل بشكل منسق، يعني بعيدا عن، لانه ده كمان بيقتل فكره انه ده بيدعو الناس للإسلام وده بيدعو الناس للنصرانية. لا، فكرة التحرك المصري الواحد في مربع الدين، وده يمكن اللي اتكلم في جزء منه سيادة الرئيس امبارح مع شيخ الأزهر، فكرة الحوار بين الأديان وأن مصر تبقى رائدة في ده، لأنه ده دورك كدولة دلوقتي. احنا بنتحرك في هذا المربع، لكن هل أنا متفائل بما يحدث داخل الأزهر؟ أنا متفائل بما يحدث داخل الأزهر. وفي الحقيقة فكرة الهدم، يعني أنا من الناس اللي بنتقد بشدة في الحقيقة، بس في مواقف ما ينفعش ان احنا نهد مؤسسه، لا احنا ورا هذه ولا نتطاول يا فندم على مؤسسه الازهر الشريف ولا على اي صحيح. مؤسسه دينيه، لا هذا التطاول اللي بيتطاول ولا التعميم ما صحيح. تطلعش يعني من باب انك انت يعني واخد الدنيا كده لطيفه، تقول لك ايه والازهر ده، الازهر ده مفرقه الارهابيين، مفيش حاجه اسمها كده. هو ده جاهل، لأنه في الحقيقة أهم ناس انضموا إلى الجماعات الإرهابية كانوا خريجوا الكليات الكبيرة، الكليات العملية بالتحديد، لأنه نقول هو مش أيمن الظاهري كان خريج طب لأنه هو كمان التاني بيركز على ده، هو عايز حد يلعب في منطقة، واللي خريج هندسة واللي خريج علوم صحيح. واللي خريج يعني ما، لأنه هو بيستفيد بيه بشكل أساسي. لكن اللي عايزين نقوله أنه سواء الأزهر أو الكنيسة المصرية أو أي من مؤسسات الدولة الكبيرة، في الحقيقة الوقوف في ظهرها فرض عين علشان تقف، لأنه فكرة النقد كمان بهدف الإصلاح غير النقد بهدف الهدم. صح. يعني يمكن في الحقيقة الحملات اللي حضرتك تفضلت بتقولي عليها كانت حملات لهدم الأزهر ولهدم الكنيسة المصرية، وأن يظل هذا الوطن يفضل يتخانق مع بعضه علشان يريح الآخر